بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، معكم مستر مصطفى محمود. ان شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض جريد 5 الصف الخامس سكند تيرم الترم الثاني مع يونت 11 الوحدة 11 at the planetarium في معرض الكواكب. الفيديو اللي فات احنا تعاملنا مع الكونفرزيشن المحادثة، النهاردة نبتدي نتعامل مع بقية الليسونز من اول ليسون 2 لغاية ليسون 4، والستبس زي ما احنا شايفين اللي هنمشي عليها النهاردة ان شاء الله: المين فوكابلوري المعاني الرئيسية، الجرامر، القواعد النحوية، فوناتكس الصوتيات، والاكسرسايزز اللي هي التدريبات. الفيرست ستيب الخطوة الاولى زي ما احنا شايفين از بلانيتوريوم في معرض الكواكب. المين فوكابلوري بتاعتنا المعاني الرئيسية بتتكلم النهاردة على السولار سيستم، السولار سيستم نظام الشمسي او المجموعة الشمسية. هنبتدي نقرأ البلانيتس مع بعض للكواكب: ميركوري، عطارد، فينوس، الزهرة او فينوس، ايرث، الارض، مارز، المريخ، في ناس بننطقها مارس، طبعا ده غلط، بننطقه مارز. بعد كده جوبيتر، مشترى، ساتيرن، زحل، أورانوس، نبتون، بالعربي نبتون، بلوتو، بعد كده صن اللي هي الشمس. بعد كده ناخد examples، معلومات عامة عن البلانيتس. Mercury is the closest planet to the sun، عطارد دوت هو أقرب كوكب للشمس. Earth is the planet where we live، الأرض هو الكوكب اللي احنا بنعيش عليه. Mars resembles our planet in some ways، بيقول لي ان المريخ بيتشابه مع الأرض في بعض الطرق أو الأساليب. بعد كده Jupiter is the largest planet، كوكب المشتري دوت هو أكبر كوكب في الحجم. ودي كانت المين فوكابلري بتاعتنا النهاردة اللي هي البلانيتس كواكب. بعد كده السكند ستيب الخطوة التانية اللي هي خطوة الجرامر. النهاردة احنا بنتعامل مع الأوبجكت بروناونز ضمائر المفعول. بس قبل ما نخش على الأوبجكت بروناونز لازم نعرف الجرامر بتاعنا بيعتمد على want to see أو wants to see. لو احنا لاحظنا ان كلمة wants اخرها s، وطالما الفيرب اللي معانا اخره s يبقى بيتعامل مع السنجولر المفرد. زي ما احنا شايفين I و they و you بيجي معهم want to see، بعد كده he she it بيجي معهم wants to see، بعد كده البلانيت اسم الكوكب بتاعنا. ده اول جملة او اول جزئية في الجرامر بتاعنا. بعد كده بنتعامل مع كلمة let، وبعد كده الاوبجكت بروناونز اللي ضمائر المفعول: let me دعني، let them دعهم، let us دعنا، let him دعه، let her دعها، وفي الآخر الفعل الأساسي بتاعنا النهاردة هو كلمة look. قبل ما نخش على شرح الجرامر والإكزامبلز بتاعتها، في important point زي ما احنا شايفين عندنا subject pronoun وعندنا object pronoun. subject pronoun زي I، الobject بتاعه هو كلمة me، he، him، she، her، it، they، them، we، us، you. دوت اول جزئيه في الجرامر بتاعنا في الاكسبلينينج الشرح بتاعه. بعد كده ناخد examples امثله توضح لنا المعلومه بتاعتنا. في نمبر 1 بيقول لي I want to see Mercury، انا عايز اشوف كوكب عطارد. let me look، دعني انظر. they want to see Venus، هم عايزين يشوفوا كوكب الزهره. let them look. we want to see Earth، let us look. لو احنا لاحظنا ان حسب السبجكت بروناون هنلاقي الاوبجكت بروناون موجود، يعني في نمبر 1 كانت اي اللي هي معموله بالبلو بالازرق، هنلاقي في الجمله الثانيه كلمه مي، they، them، we، us، you، he، him، she، her، it. بعد كده نخش على important point، نقطه مهمه قابلتنا بتقول لنا ان طول ما كلمه تو موجوده، كلمه let موجوده، يبقى الفيرب اللي هيجي بعد يوم لازم يكون infinitive.
For example, I want to see Venus. I want to eat chicken. Let me try to write. Let us play football. الله عز كلمة see, eat, try, play كلهم نزلوا infinitive بسبب وجود كلمة to في أول two examples وبعد كده بسبب كلمة let في الexamples اللي فضلوا معنا. ودي كانت آخر حاجة في الجرامر بتاعنا النهاردة. بعد كده last step آخر خطوة معنا بيضربني على ال OI وال OY والاتنين بيتنطقوا OI OI زي كلمة زيت مثلا OI OIL boy boil boy buoyant joy join broy broiled foy foil boy joy soy oyster toy roy roy dot small. Now it's your turn. دلوقت الدور عليك. طالما وصلنا للنقطة ديت نعرف ان احنا نخش على الاكسرسايزز التدريبات. The last step, آخر خطوة exercises, تدريبات في number 1, exercise 1, rearrange, رتب. Won't see eye to mercury. القاعدة اللي احنا خدناها بتقول لي I want to see. أنا أريد أن أرى. وبعد كده اسم البلانيت, الكوكب اللي عندنا. They too won't see Venus. يبقى they want to see. هم يريدوا أن يروا Venus, الزهرة. وهنكمل نفس الاكسرسايز بنفس الطريقة. طبعا الكلام ده بعد ما نراجع الجرامر بتاعنا. اكسرسايز 2 عبارة عن تشوز, عبارة عن حاجتين, لاما جرامر احنا خدناه, لاما جنرال انفورميشن معلومات عامة اللي احنا خدناها. يعني في نمبر 1 بيقول لي not is the largest planet, ده عبارة عن معلومات عامة, مارس ولا جوبيتر ولا اورانوس. طبعا بيعتمد على فهمي لمعنى الجملة. الجملة بتقول لي الحاجة الكوكب اللي احنا بنتكلم عليه هو largest planet, اكبر كوكب, يبقى جوبيتر. في نمبر 3 مثلا بيقول لي I want to see Pluto, let not look. ده بيعتمد على الجرامر. ابص للسبجكت بروناون اللي هو كلمة I, يبقى الاوبجكت بروناون بتاعه هو كلمة برافو, كلمة مي. ونكمل الاكسرسايز بنفس الطريقة اللي احنا قلناها دلوقتي. Exercise 3 التدريب الثالث, the odd one out and replace it, طلع الكلمة المختلفة وعوض عنها بكلمة. ده كله بيعتمد على معنى الكلمات. في نمبر 1 Mercury won't Venus Pluto, ألاحظ ان Mercury وVenus وPluto عبارة عن planets, كواكب. يبقى الـ odd one out هي كلمة won't وعوض عنها باسم كوكب. في نمبر 2 them hear me I, هلاحظ ان them وhear me عبارة عن object pronouns, ضمائر مفعول, و I subject pronoun, ضمير فاعل. يبقى كلمة مختلفة عندنا هي كلمة I وعوض عنها ب object pronoun, ضمير مفعول. هنكمل نفس الاكسرسايز بنفس الطريقة اللي احنا قلنا عليها دلوقتي. The last exercise, اخر تدريب, exercise 4 بيقول لي put OI or OY, حط OI او OY, ودوت حسب معنى الكلمة. يعني مثلا في اول واحدة كلمة زيت, احنا قلنا زيت يعني oil, ناقص ال OI. بعد كده كلمة ولد, ولد يعني boy, ناقص ال OY. يبقى الاكسرسايز ده كله بيعتمد على حفظي للكلمات بتاعة الفوناتكس. في الاخر خالص good luck, بالتوفيق للجميع. واذا كان الفيديو عجبنا ما ننساش نعمل له لايك شير سبسكرايب وندوس على زر الجرس عشان يوصلنا كل جديد بامر الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.